دكتورة سلمى عبد المنعم، أستاذ اللغة والأدب العبري بجامعة سوهاج، موجودة معانا على التليفون نتعرف منها على كافة تفاصيل الحفلة. دكتورة صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ منى. صباح الخير يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم. صباح النور. أهلا بيك يا دكتورة. دكتورة احكي لنا بقى تفاصيل الحفلة اللي خليتك تشاركي بالطريقة دي. هو حفل التخرج كان حفل تخرج الدفعة رقم 18 من الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، وإحنا كل عام بنعمل في ختام الأنشطة الطلابية الثانوية اللي هي حفل تخرج الدفعة اللي هتتخرج في هذا العام. طبعا ده بعد العديد من الأنشطة، سواء ثقافية، اجتماعية، رحلات، أنشطة دراسية، دورات. فطول العام بيبقى المركز شغال مع ذوي الإعاقة، فبتبقى آخر حاجة من الأنشطة دي هي حفلة التخرج. والسنة دي كانت حفلة التخرج الدفعة رقم 18 لأبنائنا ذوي الإعاقة في جامعة سوهاج، وكان الصراحة عدد كبير، كان حوالي 35 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة سوهاج. طيب ده عظيم جدا. امتى خدت القرار بان انت اللي هتقومي بكي هذه الملابس ليهم؟ يعني كنا بنتكلم في الاول انا ومنا، يعني كان ممكن تبعتي الحاجات دي، لكن بحسب ما سمعنا وشفنا على السوشيال ميديا، لان الموضوع منتشر جدا على السوشيال ميديا، ان انت خدت القرار ان انت اللي تكوي هذه الارواب. هو الصراحة حضرتك عارف لما بيبقى في مثلا حفلة أو في حفلة تخرج عايز إعداد كتير، فإحنا يعني قبل الحفلة دي بحوالي 10 أيام، وإحنا كنا يوميا دكتور عماد السوينا مدير المركز متواجدين في المركز للإعداد للحفل. خلاص باقي فاضل يوم واحد وبكرة الحفلة، فإحنا كنا خلاص يعني إيه، ويعني من العادة إن كان بيساعدنا أحيانا اللي هم الطلاب إحنا عندنا عدد كبير من الطلاب المتطوعين بجامعة سوهاج. تمام. فهم دايما بيساعدونا في عملية المكوة، بوريهم إزاي، وبعد كده إيه بنسير على النهج مع بعض ونساعد بعض لغاية ما نخلص من الكوي وكده. السنة دي يعني إيه فوجئت إن مفيش طلبة متطوعين، الطلبة يعني الوقت زنق عليهم، في اللي بيمتحن، في اللي سافر بلاده. فطبعا إحنا خلاص باقي يعني صبح للحفله، فاحنا لازم ناخد قرار كده. فيعني ايه دكتور عماد اقترح عليا ناخد معانا المكوى، قلت له خلاص ماشي، وانا ما فيش مشكله معايا، انا اكويهم ان شاء الله. وبالفعل والله يعني الحمد لله كانت متيسره جدا، حطينا المكتب والفيشه والمصله كده من تحت على اساس المكوى تطلع كويسه. الحمد لله يعني والله يعني انا فعلا بعتبرهم ولادي، ولما بعمل اي حاجه بعملها من منطلق الحب، لان انا فعلا بعتبرهم كلهم ولادي. يعني من اول ما بيدخل الطالب سنه اولى ده ابن جديد وبنت جديده بيضاف لابنائنا في مركز نور البصيره لذوي الاعاقه، فبتبقى سعيد بيهم ونفسك تشوفهم في احسن صوره واحسن حال. عمليه التصوير دي والله يعني ايه تمت بمحض الصدفه، يعني ايه احنا دايما بيطلب مننا ان احنا نوثق انشطه السنه. وانا منهمكه في المكوى دكتور عباد والله يعني التقطها بموبايله الشخصي حتى ونزلها على صفحته على اساس ان هو بيقول للطلبه بكره الحفله، ايه برضه مش هتقدروا تيجوا كده يعني. يعني كان بتحسوا الطلاب على انهم يكملوا مشاركتهم المجتمعيه ويكملوا الاسلوب اللي انتم متعودين عليه منهم اللي هم التطوع دايما. ايوه بالظبط، لان احنا والله عمل تحفيز يعني دكتور عماد معلمنا دايما ان احنا لازم بنتعامل مع اولادنا اب وام، دكتور عماد هو الاب، دكتوره سلمى هي الام، حتى الطالب ذوي الاعاقه والله بتتفاجئي بيه قبل ما بيدخل الجامعه بيتصل بيكي حضرتك دكتوره سلمى، طب انا دكتور عماد لو سمحت انا عايز كذا. يعني حتى في السنه دي احنا ساعدنا كل الطلاب ذوي الاعاقه في عمليه التنسيق ليهم، اختيار الجامعة، اختيار الكلية، اختيار القسم، حتى القسم والله بنقول لهم خد قسم كذا ده ممكن فيه هتستفاد أكتر، هيبقى مغير ليك في دراستك. أكيد. كل الشكر ليكي دكتورة سلمى عبد المنعم، أستاذ اللغة والأدب العبري بجامعة سوهاج، شكرا جزيلا على مجهودك.